السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور بكل انواعها تكون مكسرة الدنيا ومحققة كل اللي انتوا بتحلموا بيه من نجاحات وارباح. النهاردة احنا جايين نتكلم عن فكرة الفرخة اللي مش بترقد واللي مش بتكرك على البيض لوحدها بشكل فطري وطبيعي. الفرخة اللي مش بترقد دي مشكلة بتقابل كتير من الناس، وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه مع الفرخة علشان تروح للبيض اللي هي بيضته او اي بيض هم جابوه من بره مثلا، وعايزين يخلوا الفرخة بتاعتهم ترقد عليه. بيلاحظوا ان الفرخة ما عندهاش رغبة في ان هي ترقد على البيض حتى لو كان البيض بتاعها. فعلشان تحفز الفرخة دي ان هي ترقد، لازم تمشي على بعض الخطوات او لازم تتبع الحلول اللي احنا النهاردة جايبينها لكم. وعلشان تعرف كل ده، كل اللي عليك دلوقت تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول باشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل على موضوع النهاردة ونعرف ازاي نحفز الفرخة ان هي ترقد. احنا عن نفسنا يعني في تجربتنا الخاصة مش بنفضل الفقاسة، احنا بنفضل الترقيد تحت الفرخة بشكل فطري وطبيعي. وطبعا الموضوع ده بيختلف من حد لحد، وفي ناس طبعا يعني لما تيجي ترقد اعداد كبيرة من البيض لازم تستخدم الفقاسة، لان انت عمرك ما هتحط اعداد كبيرة من البيض تحت فرخة يعني، ومش هتجمع فراخ كده في جنب بعض وتخليهم يرقدوا على بيض جنب بعض كتير. انت لازم علشان عندك بيض كتير لازم تستعمل الفقاسة، ولازم يكون هو الحل اللي تلجأ ليه. انما الناس اللي بترقد اعداد قليلة من البيض ينفع تحطها تحت فرخة، في منهم بيفضل يروح للفقاسة لان هو عنده خبرة فيها وشايفها اسهل، وان البيض هيكون تحت عينيه واقرب ليه من انه يكون تحت فرخة على السطح او في مكان بعيد عنه. الفراخ البياضة عموما ليها مزاج في العملية دي، يعني الفراخ البياضة مش بترقد بشكل متكرر ومش شكل ثابت، لا، هي في فراخ بترقد وفي فراخ مش بترقد على حسب المزاج بتاعها، واحنا ما نقدرش نتحكم في المزاج ده، وما نقدرش نتحكم في رغبة الفرخة ان هي ترقد ولا لا. لكن احنا نقدر نحفزها، احنا نقدر نتحكم في المحفزات اللي حوالين الفرخة ونخليها عندها رغبة او عندها حمية ان هي تروح ترقد. احنا قرينا معلومة، ويمكن انتوا لو عندكم تصحيح للمعلومة دي او عايزين تناقشونا فيها، ان الفراخ اللي بتكبر وبتطلع من فقاسات بعد كده لما بتكبر مش بترقد، ما بيبقاش عندها رغبة في الرقاد. ومش عارفين حقيقة يعني حقيقة المعلومة دي او اساسها او مدى صحتها، فلذلك اللي عنده يعني المعلومة دي او متأكد منها ممكن يسيب لنا تعليقات علشان نعرف هل فعلا الفراخ اللي بتنشأ في فقاسات مش تحت فرخة بشكل طبيعي، بعد ما بتكبر الفراخ دي وتطلع من البيضة وتكبر وتبيض، هل بترقد بعد كده ولا بيبقى ما عندهاش فعلا رغبة في الرؤيت. عموما الترقيد الطبيعي لازم يتم بخطوات للتحفيز. الفرخة الطبيعية اللي هي ما عندهاش اي مشاكل، اول ما بتبيض وبتخلص البيض او اول ما تلاقي بيض قدامها متعودة على وجوده في المكان اللي هي عايشة فيه، بتروح له وبتأمن ليه وبتأمن للمكان وبتطمن وبتروح ترقد على البيض بشكل طبيعي وفطري. وده مش بنسبة مش هنقول ان 100% من الفراخ بتعمل كده ولا حتى 90%، نسبة كبيرة من الفراخ مش بتكرك ومش بتروح على البيض علشان خاطر ترقد من نفسها. لازم تلاقي محفزات، لازم تلاقي، ومش دايما هي محفزات بقدر ما هي ظروف مهيئة، لازم تتواجد في المكان اللي عايشة فيه الفرخة واسباب معينة لازم نخلي بالنا منها وعوامل معينة لازم نركز عليها علشان نخلي الفرخة عندها رغبة، حتى لو هي ما عندهاش رغبة نخلي عندها رغبة بالتحفيز، نحفزها ان هي ترقد ونحفزها ان هي تروح للبيض اللي موجود، سواء البيض ده بتاعها او مش البيض اللي هي بيضته. الخطوات بتاعت التحفيز دي طبيعية جدا والمفروض ان اي حد يتبعها، هي مش خطوات يعني غريبة الا بعض الخطوات والافكار والحيل اللي لازم تركزوا
يبتدوا معانا فيها في الفيديو بتاع النهاردة. أول حاجة لازم يكون المكان آمن للبيض وللفرخ. فكرة ان المكان يكون مش آمن ويكون فيه قوارض او حشرات او اي حاجة ممكن تيجي تأذيهم بأي شكل من الاشكال، الفكرة دي بتعطل الموضوع من اوله، يعني بتقلبه رأسا على عقب، يعني بيبقى مفيش عملية ترقيد والفرخة عمرها ما هتطمن وعمرها ما هتقعد على البيض. عمر ما فرخة هتقدر تستمر في عملية الرؤاد على البيض وهي خايفة والجو حواليها مش آمن. فأول حاجة لازم نأمنها هو المكان. تاني حاجة بقى ممكن تحفزها ازاي بقى؟ عن طريق انك هتسيب البيض بتاعها في العشة او في المكان اللي هي عايشة فيه، يعني هي لما تبيض بيضة ورا التانية ورا التالتة هتسيب لها البيض، هي كده كده هتبيض البيض جنب بعضه ومش هتبيضه متنطور في كل حتة، فهي لما هتبيض البيض جنب بعضه انت هتلاقي بيضتين تلاتة جنب بعض، اربعة خمسة مع الايام بيزيدوا، هي لوحدها هيبقى عندها رغبة لما تشوف البيض وتتعود على مكانه هتحس بأمان ان البيض هيفضل هنا، فهتروح لوحدها ترقد عليه. بس طبعا هي مش هينفع ترقد عليه كده وهو على الفرش على طول او على الارض مباشرة، لازم تهيئ ليها المكان المناسب للبيض علشان ما تكسرش وعلشان يكون الظرف والمكان آمن جدا لان هي ترقد على البيض. فعلشان تحفزها ممكن تسيب لها البيض اللي بتبيضه ما تلموش من العشاء. تالت حاجة منع الإزعاج. احنا قلنا في الأول ان المكان يكون آمن، برضو لازم يكون المكان هادي، ما ينفعش يكون في أصوات عالية، ما ينفعش يكون في حد غريب بيطلع عليها هي مش متعود عليه، ما ينفعش يكون حد غريب يقدم لها أكل أو يدخل عليها الهشة وهي قاعدة يخوفها ويخليها تقوم من على البيض، كل دي حاجات هتعطل عملية الترقيد. برضو احنا بنحتاج بعد ما نأمن الدنيا ان احنا ننقل الفرخة بالبيض بتاعها في مكان بعيد عن اخواتها، مكان هادي علشان نفرق بين البيض بتاعها واي بيض جديد يجي من اي حد تاني او من اي فرخة تاني. وعلشان نعمل الخطوة دي خطوة مهمة جدا ودي الخطوة الرابعة، وعلشان نعمل الخطوة دي لازم نروح للخطوة الخامسة وهي تجهيز المكان بتاع البيض، المكان اللي هي بتبيض فيه، المكان اللي هي اتعودت ان هي تبيض فيه، هنعمل المكان بتاع البيض في نفس المكان، قفص جواه كرتونة فيها رملة وتبن او قش رز، احفظوها كويس، قفص جواه كرتونة فيها رملة وتبن او قش رز. المكان ده هو اللي هنحط فيه البيض وهيبقى هو مكان الرؤاد ليومين، يعني نستنى عليها يومين تتعود على المكان ده وتتآلف مع المكان ده. بعد كده ممكن نروح لخطوة رقم 4 اللي احنا عدناها وننقل الفرخة بالبيض بتاعها في مكان تاني فيه مية واكل قريبين منها في المكان الجديد علشان ما تقومش وتروح وتصيب البيض كتير. ممكن ننقل بعد كده في اي وقت لو عايزين ننقل الفرخة بالبيض بالقفص بكل حاجة، لكن يكون ليلا مش نهارا. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.